بالرغم من خروج الزمالك بشكل رسمي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يحاول البروفيسور فيريرا الاستفادة بأكبر شكل ممكن من مواجهة ساجرادا الأنغولي في ظل سعي المدرب البرتغالي لفرض طريقة لعبه الجديدة على أسلوب الفارس الأبيض. فوائد بالجملة ينتظرها الزمالك خلال مواجهة ساجرادا، من ضمنها الإطمئنان على حالة اللاعبين الفنية بعد العمل الكبير الذي قام به الجهاز الفني خلال الأيام الماضية. كما تعد مواجهة ساجرادا خير إعداد للمباريات المحلية والتي ستكون بمثابة الفرصة الأهم للفريق خلال الموسم الحالي، لتكون مواجهة الجمعة بمثابة البروفة الأخيرة لتجربة طريقة اللعب الجديدة لفيريرا في المواجهات المقبلة في ظل منافسة الزمالك على بطولتي الدوري والكأس. مباراة ساجرادا طريق عودة الفارس الأبيض لمكانه الصحيح والانطلاقة الحقيقية لفيريرا مع الزمالك ورغبته في تحقيق الفوز الأول خلال ولايته الثانية، بالإضافة للاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري يوم 6 إبريل المقبل، وهو اللقاء الأهم بالنسبة للجماهير البيضاء.